في يوم من الأيام كان هناك أرنب صغير يعيش في إحدى الغابات، اسمه فلفول. كان فلفول مشهوراً بذكائه وحذره. في نفس الغابة كان هناك عصفور صغير يدعى زرزور، كان يبحث دائماً عن مغامرات جديدة. كان هناك ثعلب ذكي يدعى نامق يعيش في نفس الغابة. كان نامق يعرف جيداً كيف يخدع الحيوانات الأخرى للحصول على الطعام. كان يتربص بالطيور الصغيرة والحيوانات الضعيفة. في أحد الأيام قابل فلفول الأرنب زرزور العصفور إثناء قضائهم وقتهم في الغابة. قرروا اللعب معاً والتمتع باليوم الجميل. خلال اللعب بدأوا يسمعون أصواتاً غريبة تقترب منهم. كانت تلك الأصوات هي صوت نامق الثعلب الذي كان يقترب بهدوء. رأى الثعلب نامق الفرصة المثالية للحصول على وجبة لذيذة. قرر أن يستخدم ذكاءه لخداع الأصدقاء. ابتسم بتكتيك وقال: مرحباً أيها الأصدقاء، لدي فكرة رائعة للعبة جديدة. تعالوا معي إلى الجهة الأخرى من الغابة. هناك كنز رائع ينتظرنا. سرعان ما أعجبت الفكرة الأصدقاء وبدأوا في اتباع الثعلب نامق بحماس. ومع مرور الوقت أصبحت الغابة أكثر كثافة وأقل إضاءة، مما جعلهم يفقدون الطريق. وفي تلك اللحظة انقض نامق الثعلب على زرزور العصفور وأمسكه بفمه. رأى فلفول الأرنب الخطر، لكنه كان ذكياً جداً. قفز بسرعة إلى جحر صغير في الأرض وأخذ يحفر بسرعة للخلف. ذهب إلى جحر آخر في اتجاه مختلف. لما وصل الثعلب نامق إلى الجحر الذي كان يعتقد أنه دخل فيه فلفول، وجده فارغاً. كان فلفول قد استخدم ذكاءه للتضليل والهروب، بينما كان نامق يتفحص الجحر الخاطئ. أخذ فلفول يراقب من مكانه الآمن. بعد هروب فلفول الأرنب قرر الأصدقاء العودة إلى منزلهم مسرعين، وأثناء عودتهم بدأوا يتحدثون عن الحكمة والذكاء. كان زرزور يشعر بالامتنان لفلفول على ذكائه وحذره، وبدأوا في تعلم دروس مهمة حول أهمية الحذر والتعاون. وفي تلك اللحظة سمعوا صوتاً غريباً قربهم، كانت صوت زئير الأسد. بدأوا يشعرون بالخوف والتوتر، حيث كانوا يعلمون أن الأسد يعد من أخطر الحيوانات في الغابة. بينما كانوا يبحثون عن مأوى آمن، وجدوا جحراً كبيراً وقرروا الدخول فيه للاحتماء. لكن عندما دخلوا الجحر اكتشفوا أنه مأوى لعائلة من السناجب اللطيفة. كانت السناجب تشعر بالخوف والارتباك من وجود الأصدقاء في جحرها، ولكن سرعان ما أدركوا أنهم جميعاً في مأزق. بدأوا في التحدث معاً وفهم بعضهم البعض. فجأة سمعوا صوتاً آخر قرب الجحر، وكانت هيئة حيوان غريب. كانت الحيوانات تتحدث بلغة مختلفة، ولكن سرعان ما اكتشف الأصدقاء أنها عائلة من السلاحف. تقدمت السلاحف بالمساعدة
وقالوا إنهم يعرفون طريقة للخروج بأمان من الغابة دون أن يلاحقهم الأسد. ساعدت السلاحف الأصدقاء على العودة إلى منزلهم بسلام، وعلى طول الطريق تعلموا دروساً قيمة حول التعاون وتقبل الآخرين، وبهذا انتهت مغامرتهم في الغابة مع تجاربهم المثيرة والدروس التي اكتسبوها. في النهاية تعلم الأصدقاء فلفول وزرزور درساً هاماً حول الحذر وعدم الوثوق بسهولة، وبينما لا يزالون يستمتعون بوقتهم في الغابة أصبحوا أكثر حذراً وتعاوناً في التعامل مع التحديات والمغامرات. أصدقائي الأطفال، وأنتم يجب أن تكونوا حذرين ولا تثقون بالغرباء بسهولة، وأن يكونوا آباؤكم وأمهاتكم على علم في أي مكان تذهبون إليه. إلى اللقاء.